وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان صباح اليوم إلى الولايات المتحدة في أول زيارة له إلى أمريكا منذ تعيينه وليا للعهد في يونيو حزيران الماضي. وستمتد الزيارة لثلاثة أسابيع يجول خلالها على واشنطن ونيويورك ومدن أخرى. وتنتظر مباحثات ولي العهد ملفات ساخنة على رأسها الانتهاكات الإيرانية في المنطقة كما تسميها السعودية والاتفاق النووي وفق ما أكده مسؤول في الإدارة الأمريكية والذي كشف أن نشاطات إيران ستكون على طاولة البحث بعد أن وصفها بالخبيثة. كما أشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأخذ في الاعتبار آراء ولي العهد السعودي وقادة آخرين في المنطقة عند اتخاذه قراره النهائي بشأن الاتفاق النووي مع إيران. إنه لشرف عظيم أن يكون ولي العهد معنا هنا. المملكة العربية السعودية صديقا عظيما وشريكة كبيرة، وهي واحدة من أكبر الاستثمارات في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تقوم بشراء الأسهم في شركات في الولايات المتحدة الأمريكية. لقد أصبحنا أصدقاء جيدين جدا في وقت قصير جدا. العلاقات بين السعودية وأمريكا هي علاقات قديمة، ونحن أقدم حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. لدينا مصالح مشتركة أمنية، سياسية، اقتصادية، والكثير من المجالات الأخرى. بشأن الاتفاق النووي مع إيران، فضلا عن ذلك سيناقش ولي العهد وترامب إجراءات إيران في سوريا ودور روسيا في دعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد والحرب في اليمن والأزمة مع قطر. وفضلا عن اللقاء مع ترامب اليوم، من المقرر أن يلتقي الأمير بن سلمان كبار المسؤولين الماليين في نيويورك للعمل على المزيد من الصفقات التجارية للشركات الأمريكية بقيمة ستبلغ 35 مليار دولار، كما وسيلتقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.